السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الحلوين، أهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان قياس الزمن. هنتعلم النهاردة يا أصدقائي نقيس الزمن. يلا بينا يا أصدقائي نشوف هنقيس الزمن إزاي. أول حاجة بنشوفها في اليوم في الزمن وهي اليوم والساعة. لما أجي بقيس الزمن بشوف النهاردة كام والساعة كام؟ طيب تعالوا نشوف اليوم فيه كام ساعة. اليوم بيساوي 24 ساعة، ونصف اليوم بيساوي 12 ساعة، وربع اليوم بيساوي 6 ساعات. طبعا الأيام اللي هي بيبقى السبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس وهكذا وجمعة. طيب الساعة والدقيقة، الساعة فيها 60 دقيقة، ونص الساعة بيساوي 30 دقيقة، وربع الساعة 15 دقيقة. تمرين، عايزين نحسب كام ساعة في 5 أيام، يعني الخمس أيام فيهم كام ساعة؟ تعالوا نحسب. عدد الساعات بيساوي، أنا عايز أحسب كام ساعة في 5 أيام، بحط الخمسة وأضربهم في عدد اليوم اللي هو عدد ساعات اليوم اللي هم كام؟ 24، بيبقى 5 في 24 هيدينا 120 ساعة. يعني 5 في 24 يدينا 120 ساعة، يعني الخمس أيام بيساوي 120 ساعة. طيب لما يكون عندي 3 أيام و4 ساعات، عايز أحسب الثلاث أيام دول فيهم كام ساعة بالإضافة لأربع ساعات. هناخد الثلاث أيام لوحدهم ونقول عدد الساعات بيساوي 3 في 24 هيساوي كام؟ 72 ساعة. 72 ساعة. طيب عدد الساعات بقى هناخد ال 72 ساعة دي ونضيف عليهم ايه؟ الاربع ساعات اللي موجودين، يبقى هيدينا كام؟ 76 ساعة. يبقى انا كده معايا كام؟ 76 ساعة. يعني لما اجي اقول لك 3 أيام و4 ساعات يساوي كام؟ فيهم كام ساعة؟ هتقول لي 76 ساعة. شكرا ليكم أصدقائي الحلوين، وبكده ينتهي درس النهاردة، واستنوني الحلقة اللي جاية ودرس جديد ومعلومة جديدة ونفهم نتعلم ببساطة.